الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة الأردن فتح الحدود مع فلسطين أمام المقاومين للرد على العدوان الصهيوني المتواصل باستهداف المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة. اعتبرت الجبهة أن فتح جبهة الجولان يستدعي فتح كل الجبهات العربية أمام المقاومة الفلسطينية والمقاومين العرب، مؤكدة دعمها ومساندتها لقوى التحرر الشعبية السورية في معركتها لتحرير الجولان واستعداد فدائييها للقيام بعمليات عسكرية ضد الاحتلال الصهيوني على طريق تحرير فلسطين من نهرها إلى بحرها.